سيادة سيادة حارب بن مغير بن سالم العميمي يتقدم. وصل السهيل بن سالم الخيلي ليقدم لنا انطلاقاته القوية والمعتادة، ولكن سيادة سيادة على المركز الأول، سيادة على الصدارة. حارب بن مغير بن سالم العميمي، روح يا أبو سلطان. وصل رجل كل الأمتار، وصل أيضا بن مايد يقدم مغثة. أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، يا سلامي عليك يا الفيلسوف، يا سلامي عليك يا احمد بن مطر بن مايد الخيالي. مغثه 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 على المركز الاول الى رماح الى رماح. سلام رماح، سلام 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 الى احمد بن مطر بن مايد الخيالي. تانينا والناموس ولحظات الوصول المركز الثاني، وصلت في سياده الحارب بن مغير العميمي المركز الثالث. ويبدو ان الشرود، يبدو ان الشرود، يبدو ان الشرود. يا العامر يا بعدي، يا العامر يا بعدي، اقلع وامتع هذه الشرود. حمد بن محمد بن سهيل العامر يا ابو محمد، الخطوره الخطوره الخطوره. ولكن بن عويضان خلاص، بن عويضان خلاص، بن عويضان مع الناموس، الناموس. يا سلام، ابدع ابو راشد، احمد بن راشد الغيلاني، احمد بن راشد الغيلاني. من يتابع هذا الاسم؟ من يتابع هذا الاسم؟ والخطر 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 والخطر. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا سلام. تهانينا تهانينا لمالك اسرار. كفو تنطح، كفو كفو تنطح، كفو. حسن بالثيمة العامري يا سلام، ولكن نرى قدوم، نرى وصول. هناك من اللي هو كفو قادم، ولكن وين الناموس؟ غادر بالنتيجة، انطلق مزعج مزعج، انطلق لناموس هذا الشوط لإنتاج المزروعي. حمد بن محمد بن سيف المزروعي، سلام المزروعي، سلام على هذا الإبداع، على هذا الأداء المميز، على هذا الانفراد الكلي للغاية. تهانينا والناموس، اللي ناموس ناموسين في شوط الانتاج والمنتجين في جائزة زايد الكبرى. أسعد الله صباحك على هذا الانطلاق المباشر الذي قدم لنا مزعج حمد بن محمد بن سيف المزروعي. سلام المزروعي، سلام على هذا الأداء والإبداع ولحظة وصوله إلى خط النهاية. راعي الطيله العامريه، راعي الطيله وبنغدير وبدبيه، هنا في موقع واحد في مسار واحد ما بين هالاسماء. ولكن اهالي مرغم، اهالي مرغم، اهالي مرغم، وصل الغزال، وصلكم بالسعب السبعه، وصل بالسبعه يتقدم في هذه اللحظات. الطياري عند الراشديه، الطياري، ولكن بنغدير هناك ايضا قصاب، ولكن الغزال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الغزال سالم بن علي بن سعيد بالسبعة، الدرع الدرع الدرعية يتقدم بالسبعة هناك مع الغزال، الغزال الغزال قصاب، الغزال الناموسين في هذا الشوط، في هذا المسار، في هذا التحدي الجميل والمميز. الأداء المميز وفي شوط خاص بالإنتاج والمنتجين يا بن نايع، عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، من يقدم لنا مطرح على أول التحديات. المركز الثاني، وصلت حفلة سعيد بن حمد بالدليلة باللويع العامري قادما على مستوى المركز الثاني، وثالثا الوثبة حمد بن راشد الغدير الاكتبي. ولكن مطره 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 مع الفوز والانتصار مع الناموس عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، ينطلق بهذا الاداء المميز، ينتزع هذا الناموس الغالي من عاصمه الميادين من ميدان الوثبه. ولكن دير بالك الوثبه قادمه، الواثق الواثق، ولكن مطره عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي. تهاني الناموس المركز كان الوثبة لسيد حمد.
ابو سلطان والغزالية على المركز الثالث لقصاب بن مصبح راعي الطيرة العامرية. لكن المعركة الأخيرة ما بين حقوق وما بين مزاحمة راحت إلى المركز الأول بشعار المجازفة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. عادت حقوق على المركز الثانية لحارب بن مغير بن سالم العميمي. اللحظات الأخيرة لكن مزاحمة سلام للمجازف وإلى منازف إلى العين. تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حقوق لحارب بن مغير بن سالم العميمي. غادر والعصافة الأبطان غادر بدون أوامر تذكر على الإطلاق على فلك وشعاري فلك الكبير. فلك بالإنجازات والبطولات ما شاء الله عليها وعلى أداء فلك. العصافة الأبطان بدون أي أوامر بن ياعد خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. سلام يا بن ياعد سلام. لحظة وصول فلك معلن الفوز والانتصار والعصاب الابطان بدون اي توامر. فلك الانجازات والبطولات والتاريخ يا بن ياعد وشعارك الكبير. تهانينا والناموس. المركز الثاني اوصلت الشامخة. بين وضوح ما شاء الله وتبارك الرحمن ما شاء الله وتبارك الرحمن. رفت الاعلام يا انطلاقة وضوح يا راعي وضوح محمد بن سهيل بن عويضان العامري. من يتقدم في هذه الانطلاقة المثيرة؟ من يبدع في هذا الشوط الكبير؟ الله 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 الله. بقول تهانينا والناموس على هذه الانطلاقة الجميلة على هذا الاندفاع الجميل على هذا التحدي المثير. ما شاء الله وتبارك الرحمن. احمد بن راشد الغيلاني المتابع لهذا الشعار تهانينا والناموس. سلام للهير سلام. تهانينا والناموس على انطلاقة وضوح محمد بن سهيل بن عويضان العام. الله 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 الله. اللحظات المجنونة الامتار الاخيرة الخمسمائة متر الاخيرة غير مظفر بن غلام الى المركز الاول الى الصدارة مع المختبر مظفر بن غلام بن موسى البلوشي. هذا هو مظفر ياتينا بهذا الاسم. المختبر الحركة الاخيرة الامتار الاخيرة حيث يتقدم بهذا الاداء. سلام يا مظفر سلام على هذا الاداء. مشكور يا ابو زايد على هذا الاداء. تهانينا الى مظفر بن غلام البلوشي على انتصار المختبر. لحظات وصوله الى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. سلام على هذا الاداء. المركز الثاني احد ابطال التاريخ احد ابطال الذهب احد ابطال الكؤوس احد ابطال الخيرات. الله يا والوال الثالث ويغير على الثاني وعينه على المقدمة. يا سلام الاربعمائة متر النهائية عديم دوت كوم مع المركز الاول محمد بن مرخان عديم من مثلك وشرواك يا عديم. الله 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 الله. تهانينا لجمهورك ومحبينك وهالي مرغم وشعار بن مرخان. هذا هو ومحمد بن سلطان التهنية وعبيد واخوانهم وعبيد بن محمد بن سلطان وكل عبد الله. مع الشاهينية
وصلت الشاهينية مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي الله، وصل أيضا علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري يتقدم ماريلاند، وصلت ماريلاند، ماريلاند يتقدم مع هذا الاسم ماريلاند، ماريلاند على المركز الثاني، ولكن الصدارة مع ابو غلام ايضا بن مظفر البلوشي يتقدم، يقدم لنا مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي الشاهينية، الشاهينية يضيف النقطة الثانية، يضيف النقطة الثانية، يضيف النقطة الثانية، سلام 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 يا ابو زايد سلام، يتقدم مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي، الله الله، تهانينا والناموس. المركز الثاني ماريلاند لعلي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري، المركز الثالث غزر. الواصلة والمنطلقة مع المركز الثالث اللي هي هناك الظبي مع المركز الثالث، يا سلام ضو هوايل ضو هوايل، وتاتي مشاهدين الكرام الظبي وبن زيتون قادم، بن زيتون قادم ضو على الصدارة ضو يا ضو، ولكن مشاهدين الكرام المركز الثاني حذاري من اللي هي معزة معزة وضو ضو معزة، الامتار الاخيرة ضوها المنازف أهل المنازف والمجازف، ليس بمستغرب لك الشعار بالانتصار وبالناموس وبالإنجاز وبالفوز، هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري سلوب سلام معز سلام، أشكرك يا أبو سعيد على هذا الإبداع، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني، ضو تعود الملكية. بس غيرون الدرعي ياتي على المركز الثالث، وهنا القادم هناك القادم رامس بن محمد العامري، ركز يا راعي عرقي ركز في هذا المسار، الناموسين يحتار ما بين الاصايل ما بين الاصايل، ولكن راعي عرقي هنا بتقديم بتقديم العيد، هي رامس بن محمد العامري هنا يتقدم شعار بن ضبيب في هذه اللحظات، ولكن ما زال المارد سعيد بن حمد العامري هنا، شعار بن هيان ياتي هنا في هذا الانطلاق في هذا المسار مع الميتين متر الاخيره هنا، الله 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 يا المارد الله الله على هذا العرض الجميل، تهانينا والناموس، المركز الثاني العيد هي رامس بن محمد. سهيل بن رغش من طبازة العامري، ولكن بن زيتون المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والفارس قادم سالم بن عبد الله المتفيج الاكتبي، ولكن انطلق في هذه اللحظات مجد سهيل بن رغش من طبازة العامري، من يقدم لنا مجد على المركز الاول، مجد على التحديات الاولى، يا سلام مع هذا الانطلاق الكبير والمثير، الفارس قادم مبلش قادم، ولكن مجد مجد والامتار الاخيره مجد، وسهيل بن رغش من طبازة العامري المجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا انطلاقة مبلش اللحظات الأخيرة، ولكن مجد سلام الهير سلام، تهانينا والناموس لمالك مجد سهيل بن رغش من طبازة العامري على هذا الفوز. حشمه 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 مطر بن سعيد بن خاتم الشامسيه ختمها بن خاتم بهذا الاداء الكبير في منطقه الاعلام، في منطقه الاعلام واكد الحضور واكد هذا الاداء الجميل ليكون متصدر ليكون متقدم ليكون مبدعا بابداعات الجميله. اذا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل كما تشاهدون عبر الهواء مباشره، هذه حشمة تتفرد تغرد خارج السرب لتكون بإبداعاتها الجميلة، تهانينا والناموس لمالك حشمة مطر بن سعيد بن خاتم الشامسي على هذا الفوز والانتصار الجميل، وصلت في اللحظات الأخيرة ما شاء الله اللي ياتنا في اللحظات الأخيرة واتت بالمركز الثاني. هذه Danny!
الى وين؟ ما بين سحابه، ما بين البقمي، ما بين راح الطير لتتقدم في هذه اللحظات. الحق الحق سحابه التماس، الحق سحابه التماس. شوف هذا الثنائي الجميل ما شاء الله وتبارك الرحمن، يا هذه الانطلاقه الجميله، التماس التماس التماس، ترجع مره اخرى الى هناك الى البدايه الى هذه الانطلاقه المثيره. عبد الله بن غصاب راح الطير العامري ما شاء الله وتبارك الرحمن، قائد المصانع الجنوبيه ليتقدم مع هذه النوعيه، الابداع الكبير، التحدي المثير ما شاء الله وتبارك الرحمن. تهانينا والناموس لحظات الوصول الى خط النهايه مع هذا الابداع الكبير. المركز الثاني يا القدوم، وصل المشهر اسهل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، وايضا القدوم وتابع لهب اسهل بن عوض بن يروان النيادي، ولكن المشهر 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 مع الصدارة مع المركز الاول، المشهر ولهب لهب لهب المشهر. اللحظات الحرجة، اللحظات الخطيرة، اللحظات الكبيرة، المشهر اسهل بن سالم بن حمد بن يطبع، ولكن لهب 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 والمشهر لهب والمشهر، ولكن المشهر اسم على مسمى المشهر. سلام يا بن يطبع، اسهل بن سالم بن حمد بن يطبع المركز الثاني. المعمري ولكن بسم الله ما شاء الله على هذا الاداء الذي يقدم المختبر، المختبر محفوظ بن خميس الينيبي، محفوظ بن خميس الينيبي الذي ياتينا بهذا الاداء الجميل. القادم هناك مياس حمد بن سعيد بن صالح الينيبي، ولكن الصدارة الصدارة مع محفوظ بن خميس الينيبي. روح يا طويل روح روح بهذا الأداء الجميل، اللحظات الأخيرة اللحظات المجنونة. سلام 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 يا الينيبي، سلام. تهانينا إلى محفوظ بن خميس الينيبي، مشكور يا أبو حمد يا فايل العويسي الطويل، مشكور على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني يذهب إلى مياس حمد بن سعيد. مع العامري هنا، الله 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 الله، ياهو شوطة ياهو شوطة، ياهي سرعة ياهو تحدي ياهي سرعة. غنايم 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 بن شميل، سالم بن محمد بن شميل الراجدي، ولكن هذه منصورة، منصورة بن عيفة، منصورة بن عيفة مع الامتال الأخيرة مع جولة الأوامر النهائية هنا. مشكور يا أبو سيفة، مشكور يا أبو سيفة، الله يا منصورة، الله الله يا منصورة. حمد بن سيف بن محمد بن عيفة العامري هنا إلى بواب 11، إلى بواب 11، إلى السادة إلى السادة. محمد على ظهر منصورة، حمد بن سيف بن محمد بن عيفة العامري المركز الثاني. هذه نشرة مبارك. والوصول من المناطق الخلفية القادمة في هذه اللحظات الواصلة هذه الشامخة، منصور بن حماد بن سالم الاكتبي، ولكن السريعة على الصدارة، السريعة على المركز الأول. الميتين متر الأخيرة تجددت الأمال مع أهالي الهير، ولكن أهالي الفوعة على المركز الأول السريعة. سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتبي هناك المركز الثاني، هذه هيبة هذه الشامخة، منصور بن حماد بن سالم الاكتبي، والوصول الآخر من خلال روعة محمد بن عبيد بن عمير الاكتبي. يا سلام السريعة السريعة، هناك ايضا القادمة الشامخة الشامخة السريعة الشامخة السريعة السريعة الشامخة، غيرت الشامخة بالامتار الاخيرة. منصور بن حماد بن سالم الاكتبي المركز الثاني، وصلت هي السريعة لي ايضا سعيد بن ناصر بن سعيد ايضا الاكتبي المركز الثالث، وصلت هي روعة محمد بن عبيد. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ترباني.
تحصلنا في حكمة الإنسان يا